with the camera. Yeah, we just دي جريمة يعاقب عليها القانون لو لقوا أي حد بيصطاد البط ده. شايفين الرومانسية؟ في اتنين عشان أنا بستخدم العدسة، عدسة واسعة شوية فمش هتشوفوهم ورايا، بس أنا حاولت أصورهم على قد ما أقدر. الاتنين اللي ورايا دول اتنين يعني شكلهم على المعاش، فلحظة الرومانسية طالعين بيأكلوا الوز والبط في المية. يعني المكان ده فعلا محتاج، عايز اتنين كابول، عايز اتنين يبعدين مع بعض كده، يحبوا في بعض ويقولوا كلام حلو لبعض ويستمتعوا بالهواء ويستمتعوا بالخضرة اللي حوالينا ويستمتعوا بالجمال ده. وهي دي، هي دي اللحظة اللي انا بحاول انا انقلها لكم لايف عن طريق اليوتيوب. سامعين الشجر؟ طبعا انا ما قلتكوش انا فين. انا في مدينه اسمها لينكن او لينكنشا. المدينه دي كبيره على فكره، فيها الجامعه بتاعت لينكن. الجامعه دي مشهوره اللي هي في الطب في الاول هنا والدراسه. فزي ما قلت لكم من بيتي اللي هو في نوريتش لحد هنا بياخد تقريبا حوالي بتاع 3 ساعات ونص سواقه. حتى برضو تلاقي بيوت الاغنياء ما عندهمش، عشان هنا البيوت اكترها نظام فيلل. عارفين النظام الفيلل اللي هي بتبقى دور واحد مثلا في الارض او كده، فتلاقيهم ما عندهمش بلكونات عشان مثلا يحطوا الهدوم بتاعتهم تنشف وكده، فبيبقى على حبل بره في الجنينه زي ما انتم شايفين ورايا. عندي النهارده عزومه مع ناس صحابي، دايما يعني مثلا بيعزموني كل مثلا شهر شهرين كده في يوم السبت، عشان هم دايما اجازه يوم السبت. فانا قلت لهم انا جاي تمام. دلوقتي دي الناس اللي جايه مثلا بريطانيا جديد عشان يتعلموا السواقه هنا في بريطانيا. قانونا عشان تسوق لازم يكون جنبك حد، او عايز مثلا تتعلم السواقه لازم يكون جنبك حد معاه رخصه بريطانيه لمده 3 سنين. وقانونا لازم تحط العلامه دي على العربيه بتاعتك، دي علامه L معناها learning او اللي لسه بيتعلم السواقه، عشان تعرف الناس اللي انت بتتعلم السواقه. البتاع اللي انا ماشي تحتها دي كانت البوابه الرئيسيه بتاعت مدينه نوفك. طبعا انا هاخد جوله دلوقتي في مدينه لينكن. فرح انجليزي. تقريبا ده والمدينة ده، المدينة كلها اصلا مليانة كمان. انا مش عارف اوريكو اكتر ايه ولا ايه، بس هو شكله كده فرح. عارفين في طائفة كده مش عارف اقولها في الفيديو، عشان الطائفة دي يعني ليها ناس كتيرة في المكان هنا، فمش عارف ان انا اوضح اكتر من كده، بس هقولها في مكتبها بالعربي وانا بعمل المونتاج، فهتلاقي الاسم دلوقتي وانا كاتبها تحت في الديسكريبشن. هلو. What's your name? Zeus. Zeus? Inca Aurora. That's so cute. Wings. Oh. Can you talk? Say hello. Say hello. Say hello. Hello. Say hello. Zeus, say hello. Hello. A good girl. Hello. Hi. No. Say hello. Hi. Say hello. Hi. Say hello. Wings. Hello, good girl. Tell wings. Tell wings. المهم ده كان نقطة واحدة من الإشارة بتاعت لينكن. فلينكن زي ما قلت لكم مدينة كبيرة، وأغلبيتها بتبقى عبارة عن اللي هي بتبقى مثلا ناس خارجة دلوقتي تتعشى تتغدى تتفسح تشتري هدوم زي نورتش. مفيش أي حاجات من الجديدة اللي أنا كنت صورتها في نورتش، بس لينكن تختلف إن هي يعني بلد تاريخية جدا. يعني هذا المطعم ده مطعم تايلاندي.
فدي هي لينكن يا جدعان، هصور لكم بقى الشوارع وانا ماشي كده على السريع. فدي هي نوفك، مش نوفك، اكيد سي نوفك، دي اسمها لينكن. شايفين اغلب الناس برضو بتطلع برضو تعمل تغني وتطلب فلوس من الناس، بس بطريقه، بص هي شحاته من اللي هي الشحاته اللي هي المودرن شويه، اللي هي ما بتبقاش ناس يعني بتضايقك وانت بتطلب فلوس والكلام ده، وكلهم طالعين بره. بص قاعدين زي نظام القهاوي عندنا في مصر، بس نظام كلاس شويه، اغلب الناس كلها بتبقى طالعه تشرب بيره، زي مثلا شايفين الترابيزات دي كلها، دي كلهم ده بيشرب بيره، ودي هي الكاتدرائيه اللي انا راح ازورها، دي كلها من حوالي اقول لك 400 سنه، فهي دي اغلبيه الناس اللي بتطلع بره. تفسح. بص يا جدعان مبنى فخم، يا نهار ابيض، بص المبنى، مبنى فخم، شكله فنان اللي اخ اللي ورا ده. فزي ما قلت لكم كله بيطلع وبيبقى نظام حفلات والناس بتتمشى. Look at this dog. الكلب ده شكله مصروف عليه. No. شايفين الشارع عامل ازاي؟ الشارع نازل بمنزل تحت زي اللي احنا بنشوفوه في الافلام الاجنبي، عارفين بيكي بلايندرز وشيلبي والكلام ده، الشارع كله نازل بنظام منزل منحدر جامد يعني. فصور لكم المنزل عامل ازاي. الكام صوره اللي انا نزلتهم دول اغلبهم لناس اصلا كانوا بيسالوني ان انا عايزين يصورهم وكده،
على فكره لينكن احسن بكتير من المدينه اللي انا عايش فيها اللي هي نوريتش. الناس على فكره اكترهم هنا بيضحكوا ومبتسمين ومحدش بيكشر اللي هو اديك التكشير اللي هو يعرفك ما تصورنيش والكلام ده. فالناس هنا كويسه جدا على فكره. انا في المدينه الرئيسيه زي ما انتم شايفين دي كلها الشوارع، شوارع تاريخيه. اكتر الشوارع النظام اللي هو الحجاره اللي مرصوصه جنب بعض زي ما انتم شايفين، مفيش الاسفلت. كل ما تخش في الشوارع الفرعيه كل ما تلاقي فيه التاريخ الانجليزي اللي هو اصلا تاريخ. شايفين كلهم بيضحكوا ازاي عشان انا بتكلم عربي. فهتلاقي الشوارع كلها النظام اللي هو الانجليزي الاصلي. شايفين يا جدعان الشارع عامل ازاي؟ ده نظام لما كان الانجليز زمان بتوع عربيات الكهرباء ده كانوا عشان يوقفوا الترافيك او الناس اللي هي تخش تطلع بالعربيات الكارو داخل وطالع، فكانوا بيحطوا الحاجات دي في الارض، وعشان يثبتوها في الارض لازم يحطوا عليها قفال. فاكتر هنا المكان اصلا مكان سياحي شويه، في ايطاليان ايس كريم، كلها اماكن سياحيه، كلها اماكن مش اللي هم مثلا الناس اللي هي انجليز، لا اكترهم ناس جايين من بره مثلا غرب اوروبا شرق اوروبا وطالعين فاتحين حاجات. وده هو النايت كلب بتاع ده النايت كلب بتاع لينكن. بيبدا الساعة دلوقتي بتاع 5 ل 10، بس النايت كلب هنا بيبدا حوالي الساعة 10 ونص 11، وغالبيته بيجي هنا يشربوا خمرة والكلام ده. وبنات ايه؟ ما بقولكوش يعني. هلا. كل النايت كلابات ودي كلها المحلات بتاع لينكن. فهي دي يا جدعان لينكن اللي انا وعدتكم ان انا هوريها لكم. بس النهارده كان يوم، يعني كان يوم صغير، ما كانش اللي هو اليوم اللي هو المليان قوي بالنسبه لي. وحاول انا اوقف الناس واسلم عليهم، بس انا مش عارف صحابي راحوا فين. تقريبا هم كانوا دخلوا المحل ده وانا ما اعرفش هم خرجوا منه ولا لا. بس لو شفت المحل ده ممكن اخش هناك واشوف المحل من جوه عامل ازاي. بس انا بحب انا لينكن انا صراحه. هذا رايت هناك اهو اللي هناك، فكرتهم مشوا الناحيه دي. فده هو النايت كلاب اللي انا قلت لكم عليه اللي هو على يميني ده، داخل دلوقتي بالظبط على يميني. هو ده يا جدعان النايت كلاب اللي ورايا ده. عندنا في مصر لما بتطلع بره، سوري يا جدعان، عندنا في مصر لما بنطلع بره بنخرج مثلا كشباب بنخرج نطلع نقعد على القهوة نشرب شاي شيشة الكلام ده. هنا من عادات الإنجليز اللي هم يطلعوا يخرجوا يشربوا بيرة في الباب اللي هو المكان اللي ورايا. دلوقتي في داون تاون او وسط البلد بتاعت لينكن. طبعا دلوقتي الساعه داخله على 5:05 بتوقيت لينكن بتوقيت بريطانيا،
والناس كلها دلوقتي بدأت تطلع بره وتروح مثلا البابز النايت كلابز يسهروا بره العشاء الكلام ده, فاغلبيتهم دلوقتي طالعين وفي جروبات. فانا هحاول قد ما اقدر انا اصور الشارع واصور المحلات واصور الناس وهي ماشيه في الشارع, بس اغلبيتهم طالعين يسهروا بره, مفيش حد مثلا يطلع مثلا يشتري حاجات والكلام ده, لا هم طالعين يقضوا الوقت بره في بريطانيا او في مدينه لينكن على سبيل الخصوص. فهي دي المدينه يا جدعان, كميه الناس اللي وقفتني بطريقه بشعه, بس على قد ما بقدر بقول لا وما بصورش. العلم ده علم استراليا وده محل استرالي هنا في لينكن تقريبا, ده محل استرالي لان ده علم استراليا, فالناس هنا بتيجي بتتغدى او بتتعشى على طريق عن النظام الاسترالي. عجبكم المدينه دي يا جماعه؟ بس انا لما افتح الشاشه شويه, عجبكم المدينه دي؟ مدينه لينكن, كل واحد الشعب الانجليزي بيحب الكلاب وكده, فتلاقيهم كلهم عندهم كلاب وقطط وبيعاملهم كانهم واحد من العيله, فاهمين؟ بنت تانية بتغني برضه على فكره كمان هناك هي. Do you want to give her a change? بص بيقفوا وبيغنوا بيعزفوا على الجيتار والناس بتبقى ماشيه جنبهم وبيدوهم مثلا جنيه استرليني, نص جنيه استرليني الكلام ده. في اغلب الوقت بيبقى مش صوتهم مش حلو, بس ساعات بيبقى صوتهم حلو وبيغنوا والناس بيكتشفوهم في الشارع وكده. بس هي دي لينكن يا جدعان, لينكن جميله يعني. انا عارف انتوا حابينها, قلت لكم ان انا هصور لكم في مكان تاني مكان جديد وانتوا مش مصدقيني. كل الناس طالعين كابلز او جروبات او اتنين بيحبوا بعض ومتجوزين او مخطوبين او جيرل فريند وبوي فريند طالعين يتعشوا. لو جيت مدينة لينكن في وسط المدينة لازم تيجي وتشوف كل الخرائط هنا ويقول لك على المكان عامل ازاي والتاريخ بتاع المدينة والكلام ده, زي اي مدينة عامة. لو مثلا رحت مصر بتلاقي فيها الموضوع ده, بس هنا المدينة انا عجباني الصراحة. انا جيت المدينة دي بتاع حوالي 5-6 مرات 10 مرات بالكتير خالص, بس عمري ما مشيت فيها واكتشفتها زي ما اكتشفتها النهاردة كده وشفت فعلا المكان هنا ساحر يعني. بس هنشوف المكان بطريقة مختلفة, وكل تلاقيين كل الشباب طالع دلوقتي بيهزر مع بعض وبيشربوا ومش عارف ايه. فعلى الساعة 1 هتلاقي مردغانة هنا, الناس اصلا ماشيين وكلهم اصلا سكرانين ومحدش عارف هو كان اصلا جاي منين او مروح فين. في ناس على فكرة صحابي كتير بيقولوا لي في الشغل, بيقولوا لي احنا خرجنا وما نعرفش احنا اصلا رجعنا الساعة كام او رجعنا ازاي, يعني بيخرجوا بيحجزوا التاكسي ولما هم راجعين ما بيعرفوش هم راجعين الساعة كام.
change the design and the thing stays the same. But you can say like when you say you need to get married or if she needs to get married. Primark ده أرخص محل ملابس في بريطانيا هنا للناس اللي هتيجي تعمل شوبينج أو تعمل تتسوى هنا في بريطانيا. أرخص محل ملابس في بريطانيا. كل الحاجات اللي فيه حاجات كويسة بس رخيصة شوية في نفس الوقت. لو أنت مثلا عايز تشتري حاجة ضرورية في مثلا لو أنت جاي هنا زيارة أو كده أو فسحة. بص يا جدعان المكان عامل إزاي. وقت ان طلع من الشارع ده الشارع ده زي نظام منزل بس منزل يعني بطريقه منحدره قوي. يعني انتوا لو شايفينه شايفين الشارع عامل ازاي نزل بمنزل انحدار. ده اللي جاي منه من مدينه او من وسط البلد اللي هو لينكن. طبعا دلوقتي شايفين الشارع عامل ازاي. بياخد وقت عقبال ما تطلع لفوق زي ما انتوا شايفين. I'm going to go to the hospital.
Sorry. You okay? Welcome to Lincoln. Taking photos. Yeah. We want authentic. Yeah, that is a proper. Yeah. I'll show you all the way by the white house.